المغرب الفاسي، وحاول الآن عمر البحري محاولة. أوي أوي أوي، بدر الكشاني، بدر الكشاني، بدر الكشاني يباغت يباغت الجيش الملكي. هل سنتابع نفس السيناريو مقابلة فاس؟ هل سنتابع نفس السيناريو مقابلة فاس؟ عمر البحري وبدر الكشري تقدم بشكل جيد، التمريرة كانت ممتازة لعمر البحري، وكانت المتابعة جيدة من بدر الكشري الكردي، يتحمل نوع من المسؤولية في هذه المحاولة، وكذلك متوسط مدافع فريق الجيش الملكي. إذن الهدف الثاني، فريق الفتح يحول الخسارة إلى فوز بعد أن